الحب وانت امتثارة. فوق فوق أمس حب، فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى. فوق فوق عالي الشهب، فوق فوق أمس حب وانت امتثارة. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير لمنطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير. مرحبا بكم في مركز آل زلفة الثقافي والحضاري الذي يشارك فيه بهذه المناسبة الوطنية بأكبر معرض تاريخي يحكي قصة هذا الوطن المجيد. تحتفل بلادنا بيومها الوطني، وهو يوم ليس كأيام الأيام الوطنية لكثير من البلدان. بلادنا تحتفل بقيام دولة عربية على أرض عربية. الفرح يملأ ربوع المملكة وحنا مهتنين بذكرى إماماً وحد الدولة وشد أطنابها. اليوم الوطني هذا يوم يعتز فيه أي مواطن سعودي. الملك عبد العزيز رحمه الله وحد هذا البلد وجعله قبيلة واحدة. نسأل الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار أعواما عديدة. هذه الأمسية وطنية بامتياز، ونحن نحتفل بيومنا الوطني، ونحتفل أيضا بواحد من أكبر المعارض التاريخية التي تحكي قصة توحيد هذا الوطن. أول شيء هنيئا لك يا وطن بمرور 87 عام على توحيد هذا الكيان العظيم.